فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الأهل ذكر الشيخ إنما يخشى الله من عباده العلماء. شيخ تحدثنا أن العلم هو الخشية في فهم السلف بهذه الآية، جزاك الله خير، وأن العلم ليس مجرد حفظ المتون أو الحديث بها مع تجاوز الحدود. نعم، قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم على قسمين، علم في الظاهر وعلم في الباطن والقلوب، والمقصود هو العلم الثاني، العلم في الباطن وفي القلب لا في المظهر فقط. فإن قد يكون الإنسان عالما متبحرا في العلم في الظاهر ويحفظ الأقوال ويحفظ المتون ويحفظ، لكنه ليس في قلبه علم باطني وهو خشية الله سبحانه وتعالى. فالمعتبر هو العلم في الباطن، وأما العلم في الظاهر فقط فهذا يكون حجة على صاحبه يوم القيامة، والعلم في الباطن يقتضي العمل بالعلم، نعم، مع الخوف من الله سبحانه وتعالى.